تجار مؤسسة الباحثين السودانيين لتقييم البروفيسور الحاج الدوش القادم إلى أرض الوطن في فترة السير وفترة الإجازة، والذي استجاب لدعوتنا بكل شغف وحماس، وإن شاء الله سوف يقدم محاضرة رؤية استشراقية على ضوء قانون التحكيم السوداني لسنة 2016، مدى انطباق المعايير الدولية الهندسية عليه ومدى مراعاته لمتطلبات التحكيم الدولي، هل يساعد القانون الجديد من خلال الوقود الهندسية في دعم الاستثمار في السودان وإلى أي مدى؟ تعريف بسيط لبروفيسور الدوش، بروفيسور بكلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكان قد عمل أستاذا بجامعة قطر، وهو العميد المؤسس لكلية الشريعة والقانون بجامعة شندي بالسودان، وكان مستشارا قانونيا للجامعة ورئيس الإدارة القانونية بجامعة الإمارات الإسلامية، حاز على شهادة المدقق الشرعي في 2012 في مؤسسات العالمية الإسلامية من منظمة البحرين. له عدة نشرات علمية، كما أشرف وشارك في الحكم على ما يزيد عن 100 رسالة علمية في الدكتوراه والماجستير في الفقه المقارن والقانون المقارن. أسهم في تطوير البرامج التعليمية في جامعة شندي وجامعة الدرمان الإسلامية وجامعة قطر أيضا، كما أسهم في التحكيم العلمي للبحوث العلمية الكثير من المجلات العلمية المحكمة والتوقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية والإسلامية. فاضل الحقيقه شاكر جدا للذين قاموا بهذا العمل، يعني الطيب الجميل الذي الحقيقه تتعطش اليه تربه بلدي كما تتعطش الى امطار الخير اكيد. يعني اكرر الحقيقه شكري للدكتوره مهمه وللقائمين على الامر بصفه خاصه، لان الظروف التي يعملون فيها هي ظروف الجميع يعرف انها ظروف استثنائيه، ولكن كما قالوا يعني زاد إذا ما كفنا سلبيت حرام على الجيران. ومن هذا المنطلق يعني أنا لبيت الدعوة هذه، وكلامي أنا في القانون يابس، قانون طبعا لغة صعبة وعصية يعني في الشرح وعصية في التلخيص، ويمكن الدكتور ما قدمت كلامكم كثير، أنا ما أعرف هل قدمت كلامك كيف. أنا حاطلب منكم وقت بسيط جدا للإجابة على سؤال واحد. How far القانون السوداني international في الدول العالمية، يعني هل نحن بنغرد في السر ولا خارج السر؟ من واقع لغة مشتركة بين القوانين في الدنيا. طبعا نحن في النهاية جزء من اليابسة دي، الكون ده نحن جزء منه فينا ولا أبينا، وهذا الكون يعني حقيقة هو صار مثل ما يقولوا غرية، وأخيرا قالوا صار يعني غرفة، ويمكن بعضهم قالوا صار ون ماين يعني عقل واحد، يعني غرفة العقل أقرب من الغرفة نفسها. ففي القانون عندنا مسائل دولية، في أشياء دولية إذا ما استوفاها القانون نحن بنحكم عليه بأنه قانون بعيد خالص عن اللغة العالمية المعروفة، وطبعا الموسيقى والقانون وكل الفنون هي معارف متجددة وإنسانية تراكمية، بمعنى أنه لا تستطيع أن تقول أنه والله أنا قانوني لوحدي وخلاص نشرب الباقين من البحر، هذا كلام طبعا انتهى عليه الزمن، خصوصا في شيء عندنا اسمه التحكيم، وأظن معظمكم مو متخصصين، في حد متخصص قانون؟ ما حد. في حد قرأ قانون شيء؟ ما حد. طيب إذا ما حد قرأ قانون أنا هتكلم بلغة مفهومة حقت البساطة حقتنا، مش بالمصطلحات، لأن المصطلحات بتشتت أفهامكم. نحن بنعرف إنه إذا واحد عنده مشكلة بيمشي وين؟ المحكمة. وإذا عنده مشكلة بين دول بيمشي برضه لرئاسة الدولة، إن عنده معاهم مشكلة يقعد معاهم أو يشتكي في الأمم المتحدة، الفهم المعروف لأي مخطط. مؤخرا ظهرت حاجة اسمها التحكيم. والتحكيم مقصود به هو يعني البديل للقضاء الوطني في الدولة. نحن مثلا مسلمين والهند مثلا بوذية عندهم شريعتهم البوذية، نحن عندنا شريعتنا الإسلامية، غيرنا عنده شريعة كونفوشيسية اليابان إلى آخره.
طيب هل انا اذا عندي مشكله ملزم اتحاكم بكونفوشيوس ليرنينج؟ لا، قالوا نحن في العالم جات لغه جديده اسمها لغه التحكيم. نحن عندنا مشكله انا والدكتور اميمه، المفروض نقعد نحل المشكله بالقانون اللي نتفق عليه وانا واميمه، بغض النظر عن الاسلام، بغض النظر عن ايه؟ عن المسيحيه، بغض النظر عن المشاكل الان اللي ظاهره في العالم. هذا اسمه علم التحكيم. طبعا علم واسع ومتجدد ومتطور. السودان حقيقه من الدول، انا هتكلم عن الجوانب المشرقه اولا وبعدين اتكلم عن الجوانب المشتهاه، ما اقول المظلم، لكن اقول الحياه اللي نشتهيها نحن تحصل. اولا الحياه المشرقه انه نحن في السودان عندنا قانون متطور جدا في هذا الفن، وبدا من دخول الانجليز يعني من 1900 نحن بنعرف اللغه دي لغه التحكيم، واذا جاء جانب هنا في الخرطوم أو في السودان بصفة عامة وما عايزين قانوننا، عندنا قنوات معينة بنحل إشكال بتاعهم بالقانون اللي هم عايزينه. وليس غريب يعني ولا سر إنه في الستينات وفي الخمسينات وفي السبعينات بتطبق في السودان القوانين اليهودية والقوانين الأمريكية والقوانين السويسرية والقوانين كذا، والناس بياكلوا كسرة وبيحشرموه. يعني كيف؟ يعني اللغة لغة القانون غير سودانية، ولكن الاجراءات والجو والناس اللي بينفذ الحاجه دي سودانيين، سواء كانوا محامين او يعني ناس ممتهنين للمهنه حق التحكيم دي. نحن سؤالنا اليوم مثل ما هو قدامكم، نحن عايزين نشوف هل القانون الجديد، نحن عندنا قانون صدر يوم 2/2 السنه دي وبعدين خضع لمراجعه وحصلت فيه مشكله كبيره من الاول. المشكلة انه اجيز في مكتب السيد الرئيس، طبعا دي شغل بتاع نص قانون يعني، المفروض اجاز في البرلمان اولا ثم يجيبون الرئيس. فقام عملوه في مكتب الرئيس حتى بعدين ودوه البرلمان. ودي طبعا بلغة انصار السنة بدعة، يعني كيف بدعة؟ يعني حاجة ما حلوة عندنا نحن. لكن عدلوه مؤخرا قبل شهر، جاء البرلمان والبرلمان ناقش القانون واجازه. سؤالنا نحن هل القانون ده بيشبه العالم؟ يعني دي المحاضرة بتاعتي يعني. هذا القانون ده بيشبه العالم؟ عندي نقاط معينة أنا عملت برزنتيشن وعلى قصفه وخايف من يكون ما معي متخصصين وأركان، يعني للأسف، يعني أنا بقول للأسف لأنه كنت أريد في بعض الحاجات أرسلها لهم، مع إنه البيزك للمحاضرة بتاعتي هي تثقيفية وكونسبتبل، يعني حاجة مفاهيمية حتى الإنسان يعرف يعني إيه المفاهيم. أولاً هل نحن عالميا القانون ده متطلبات الدوليه في التحكيم اللي يعرفوها العالم كله هل استوفيناها؟ هاو فار؟ طبعا الحكم الاجمالي مستحيل يكون في قانون احاط بكل شيء، دي طبعا حاجه جدا لازم اي عمل بشري فيه وفيه يعني فيه تخفاقات وفيه اشراقات. اولا الحاجات المشرعة العمل عندنا في السودان وحاول يلحق بها الدول الاخرى هي ايه؟ هي تشجيع الاستثمار من خلال القانون ده. وقانون التحكيم في العالم يمكن متفقين المؤسسات الدوليه العالميه متفقين على انه الاقتصاد القوي في الدوله المعنيه هو في الدوله التي فيها قانون تحكيم ممتاز او متميز. ولذلك الذين وضعوا القانون وضعوه بهذا الفهم. يعني احنا عندنا ارض مثل ما عارفين سله غذاء العالم، وعندنا طين بكر، وعندنا نيل او عندنا مور نيلز يعني، وخيران وانهار وحاجات كثيره افتكر كلكم عارفينها يعني. لكن كيف تجيب زول من برا عشان يشتغل عندك وتيجي تحاكمه بقوانينك المحليه؟ حيهو صحيح. ولذلك انا احكيكم شاهد واحد ويجب عليه حل. في يمكن في ولايه نهر النيل او في خلينا ناخذ نهر النيل مثلا، وفي واحده في غرب الحبيب كوت ديفوار حاجتين، لكن خلينا بتاع نهر النيل دي. في زول قال انا عايز اعمل مشروع، طبعا مستثمر غني جدا، قال عايز اعمل مشروع في اراضي قريبه تكون للنيل وقريبه للمنفذ بتاع الاكسبورت حقنا ودوب السودان، اقرب حته عبر ومجاورها يعني حسب الخريطه بتاع السودان الحبيب. فلما جاء هناك
مباشرة اللي يروح إنه بشاكل أولاد محمد والحسن والدموس عارف قالوا دي جدا ميت هنا ونحن بنموت معه بتاع طيب ولموا في العمال بتاعي طبعا على قوم علقة بالسودان يعني مظبوطة وكده طوال الرجل يستغرب يعني كيف يعني أنا جيت قابلت الرئيس وجابوني في الشاشة بتاعت اليوم القومي وكده ليه يجوا شوية عرب كده الناس ما يعني يحرقوا لي ركوبتي وحاجاتي وكده يعني خربوا الحاجة ذاتها ليه قال دي الدوم ميت هنا ده قبل جدا وحجرين ده دي الدوم هنا وتفنوا ما يدفنوهم هنا برضو بقى هاي موتوا هنا طيب قضية زي دي نحن في السودان بتفشل علينا الحقيقة بليون دولار والسبب فيها هو أنا بقول قانوني بامتياز يعني نحن ما قادرين نفرض قوة القانون بفهم عند الناس يعني الآن مشكلة زي دي إذا مشينا المحكمة بتاخد لها كم سنة الجواب أظن واضح كلكم مهاجرين عندكم مشاكل في البيوت كم سنة صح؟ ثلاثة سنة ولا زيد شوية يمكن أربعة ممكن خمسة يا أستاذ صحيح؟ فده بيخلي المستثمر اللي بيحسب حاجاته بالبورصة ما يجي السودان يقول لك دي هم مش عالم ثالث ده عالم 25 يعني ناس قبل التاريخ أنا عايز مشكلة دي تتحل زي دخلت لكم أنا مستعد أدفع الرجل ده قبره لا عمل له قبة زاد بس نقعد صح؟ هم يقولوا لا نحن نمشي المحكمة طيب تمشي المحكمة في قاضي هيحكم بالقانون والقانون بيقول إنه الزول الجذع أجنبي والأرض دي فعلا حقة الوطنيين وينبغي إن الزول ده يشوف له أرض ثانية ده القانون بيقول كده لكن النيس بتاعتنا نحن السودانيين عايزين المشروع ده يقوم عشان احنا كلنا نطلع من الحته بتاعتنا دي فقانون التحكيم لما جاء حاول يحل مشاكل زي دي بصوره هاديه على طاوله نظيفه وبلياقه بيضاء مثل ما نقول وناس مهذبين وحبين وكرامه وبوس والمشكله تتحل في ثلاث دقائق او اربع دقائق شروا حاجه يسمها التحكيم ده فهم مفقود عندنا عالميا عندنا نحن في السودان عايزين الجودية والأهلية وجابوا عمها وخالها ورجعوها صح اللي يسموه ده اسمه ايه؟ الشغل الأهلي ده واسكت وحرمت اسكت يا شيخ موسى يا بروفيسور موسى حرم ما تزيدك صح؟ والموضوع سكر أنا حي الدكتور موسى رئيس مجمع السود بروف في جامعة الإمارات أستاذنا وأبونا الروحي في جامعة الإمارات والحقيقة من الناس الذين يعني يتنفسون السودان دكتور موسى شلال قيوم عاد طيب اذا هذه موجوده ولكن نحن عايزينها بصوره جلوبال يعني عايزينها بلغه حق العالم يمكن الناس اللي سافروا وبيعدوا الدنيا وخالطوا الشعوب يقول لك الشعب السوداني اطيب شعب صح؟ لكن اعنف شعب صح؟ حتى بعضهم شبهونا بالبيبسي قالوا البيبسي تشربوا بالراحه كده لذيذ وكده لكن اذا خديته بيرشك وبيملى الحته كلها بوسخ المكان فالشاهد في الموضوع ان عندنا بيئه حلوه للاستثمار وعندنا حلوه بيئه للتحكيم لانه نفسنا حلوه ممكن نقعد نحل الاشكالات دي لكن المدخل هو ده موضوع المحاضره يعني السؤال انه هل نجح المشرع في انه نحن نقدر نوظف الحاجات اللسانيه جوانا السودانيين نحو الالتقاء مع العالم في لغة القضائيه الجديده لانه حل المشكلات لانه المحاكم بشكل هذا ما بتحل مشاكل بتاع الاستثمار لأن الاستثمار عايز حلول ايه؟ سريعة والكوكت مطبوخة جيدة لأن القضاء نفسه بعد السنوات دي كلها بنكتشف انه في سميل فيشي يعني تقول والله قانون القاضي مش عارف تلقى ما فيش رضا صحيح؟ مستوى الرضا حتى بأحكام قضائية كثير وإذا أخذنا سؤال منو فيكم عنده حكم في راسه زعلان منه؟ كثير مثل ما يقولش المصريين ياما في السجن ايه؟ مظالم ايه فنحن ما عايزين ده يحسن في بلدنا والمشرع ما عايزه لكن هل نجح؟ السؤال بنجاوبه من اربع نقاط انا هتكلم عن اربع نقاط النقطة الأولى نقطة إجرائية اللي هي نسميها نحن مرونة القانون هل القانون مرن؟ نحن عندنا القانون كائن حي معظمكم ناس ساينتفكس زي ما شايفنا في الايفنتس كله فنحن القانون برضه بتنفس وبعجز وبشيخ وبيو كانسر وبيو كيميكالز بتضر برضه يعني نفس الطريقه فهل القانون ده جديد المشرع عمل له
رئه ورئه اضافيه وإميرجنسي لك والله لا بالسؤال. الجواب لا ونعم. لا من انه في بعض النقاط الدوليه تجاوزها القانون الحقيقي او سكت عنها، ونحن عندما يسكت المشرع بيبقى بعد الخيال التفسيري عندنا قد يوقع القانون في الجمود. مثال واحد اعطيك له اللي هو مساله يعني حاجه يسمى البطلان عندنا نحن. البطلان يعني ايه؟ يعني اذا القانون نفسه او التحكيم نفسه تم هل يجوز نشيل القضيه دي ونمشي نشتكي في المحكمه مره ثانيه ولا لا؟ دي نقطه كبيره. القانون سكت في بعض النقاط مما يوحي بانه بعد التحكيم ممكن في بعض الحالات ننهي المحكمه. وفي الحاله دي بيبقى علينا المثل الشعبي كانك يا بزيت ما غزيت ولا شفت الغزو. طبعا دي في حالات صغيره، ولكن الحالات الصغيره مثل ما يقولوا تتوسع بالذات في التفسيرات. ممكن تتوسع يعني التوسع ده ممكن يضر، بمعنى انه كثير من الناس يجعلوها ايه مدخل ونرجع ثاني للقضاء وتنتهي العله الحميده اللي احنا جايين وراها. دي النقطه الاولى. طبعا انا اتكلمت معاكم بلغه مفهومه يعني اللي هي دي نسميها نحن البطلان. والسبب في كده انه المشرع بعد ما كان ماشي على المدرسه الانجليزيه اللي نسميها احنا انجلو ساكسون ولا انجلو امريكان، مشى لحاجه اسمها في الفرنسيين حاجه اسمها البطلان الشكلي. فبالتالي دخلنا في ايه؟ في حته ممكن تبوظ علينا القانون في مستقبل الجاي. ونجح نعم، مثال نعم انه جعل القانون تحت متطلبات اسمها متطلبات اللوائح الوقتيه او يسميها نحن الرئه الدائمه للقانون. فجعل في الماده 50 منه انه يجوز لوزير العدل في لجنه معينه مراجعه القانون وفقا للمستجدات والاحتياجات القانونيه والدوليه والمحليه والعالميه والاقليميه. يعني اذا ظهرت حاجه جديده في العالم يجوز لنا عبر لجنه معينه نعمل حلول وقتيه. طبعا نفهم ان احنا رئه دائمه بتخلي القانون ما يقع في المناطق دي. دي النقطه الاولى اللي انا هتكلم عليها. والمثال لها هي انه كان يجوز لوزير العدل ان يشكل لجنه لمراجعه القانون واصدار اللوائح التي تنظم تنفيذ القانون وادراج المحكمين الدوليين وتهيئه الجو لهم وكده. وشنو لما نقول محكمين دوليين نعني بها الناس اللي بيشتغلوا في القانون في امريكا في مصر في كذا، اذا عندهم شغل هنا في السودان هل يجوا ولا غير مرحب بهم؟ القانون قدامهم الحق ده وقال يجوا ويمشوا. النقطة الثانية اللي هنتكلم عليها اللي هي شكل الإجراءات من بداية الإجراء لغاية النهاية في التحكيم، هل القانون ماشي على المتطلبات الدولية والقانونية المعروفة دوليا؟ الجواب باقتدار نعم. فالقانون مترابط تمام مع القانون الأمريكي، مع الكندي، مع المصري، مع العماني، مع كل المنطقة العربية. ويكاد يكون كل الدول العربية في من العام 1998 إلى وقفتي معاكم ما عدا مصر كلهم صاروا شبه واحد، يعني كانوا قانون واحد يعني سلخ ولصق مثل ما نقول باللغه الكمبيوتر كوبي بيست، يعني هي كانها هي. وده كله بيجي في حاجه عندنا اسمها العولمه التشريعيه الحميده. انا لما اقول عولمه تشريعيه في عولمه تشريعيه خبيثه وفي عولمه تشريعيه حميده، لانه الاجراءات انه انت تقعد هنا انت تمشي وانت تجيب الورقه دي وترجعها وتمشي وبعدين تعال بكره كده، دي مسائل الناس ما بيختلفوا. لكن بنختلف في مسائل عقديه مثلا في التشريع. في مسائل بقى انا عندي دين عندي اخلاق ما راح اخليها. يعني يجي تشريع يقول لي ما اصلي. خلينا نتكلم بلغه مفهومه بسيطه. يعني لو طلع قانون الان قال ما اصلي This is personal issue ده حقي انا، فسمي القانون ده قانون ايه؟ غير حميد. يعني في عولمه العالم كله اتفق عليه انه الناس ما اصلي. انا شخصيا الله يخدمكم انا ما دخلت الصلاه حقيقه. اذا القانون ده عالميا معروف صح؟ او عالميا الخمر المباح. لكن انا عندي كريد عندي عقيده من الله ومن الرسول او من الطب حتى انه ما اشرب كحول خلاص.
لأنه ما بيجروا الكحول مش عشان خايفين من الله، خايفين على رقبتهم دي صحيح؟ فتسكرين يعني. فهي لما يجي قانون يقول العالم كله يشرب خمر ده بيسموه عولمة تشريعية غير حميدة، لأنها ما راعتش الإيه؟ الحاجات البيرسونال بتاعتي أنا. لكن لما يجي قانون يقول كل الطيارات تمشي كذا وتنزل كذا والوزن يكون كذا والسوائل ممنوعة في الطائرة ولو بالدوار دي سيت عولمة اكسبتبل فور مي، هذا حاجة أنا بالنسبة لي حلوة. ففي التحكيم عندنا حاجات ملتي ستاندرد دولي، القانون السوداني يعني استوفاها من حيث الشكل، كيف تنعقد اللجنة وما هي اللغة التي تدار بها الحاجات وما هي الترجمة وكيف تكون، عندنا الترجمة فيها مشاكل كثيرة، مش كل واحد يريد لغة ثانية معناها يقول مترجم، لا بالذات في القانون عندنا ليجل ترانسليشن عندها ضوابط، فلا بد يكون المترجم هو مترجم ايه؟ مقتدر في اللغتين وفي الفنين، مش لغة بس. يعني دكتور مهمة دي انجليزية بيزيكلي يعني تتكلم انجليزية فرانكلي ما عندها مشكلة، لكن لما تترجم قانون او تترجم شعر شيفيرد صح؟ انا اسمي شيفيرد صح؟ لان الشعر والقانون انت ما بتترجم يعني از او شيء معناها هي، لا بتترجم حاجات ثانية. على كل حال القانون راعى الحاجات دي ووقف المادة 28 الفرصة للاستعانة بالخبراء في كل الفنون بما فيهم الجزء الثاني من المحاضرة اللي هي الهندسية، نحن حيين الناس دار المهندس مشكورين يعني في بيتهم فتحوا علينا الباب ديل. واحدة من الحاجات اللي بتساعد الاستثمار حقيقة هي العقود الهندسية، وده الضلع الثالث في المحاضرة دي، انه هل القانون ده بيدعم الاستثمار ثرو القانون شنو القانون الهندسي او المتطلبات الهندسية؟ والجواب والجواب على النقطة دي افتكر واضح، بعد قلنا انه لغة التحكيم لغة عالمية، الهندسة برضه لغة عالمية صح؟ في مهندس هنا؟ أكيد في مهندس صح؟ طيب الهندسة معروفة الزاوية القائمة هي الزاوية القائمة، والمسائل المرتبطة بالهندسة ستاندرد عالمية، وعندنا عقود هندسية دولية اسمها الفيديك معروفة، كتبنا عليها رسائل وشرفنا على بحوث كثيرة فيها ومعروفة هي لغة عالمية بالنسبة للعقود الهندسية. لكن هل السودان بيعرف الفيديك؟ هل العقود السودانية الهندسية بتعرف الفيديك؟ الجواب نعم، بل نحن كمان من الناس المطورين في المجال ده. لكن بيبقى السؤال، هل المحكمين أعضاء هيئة التحكيم بيعرفوا الفيديك؟ السؤال، هل القانونيين بيعرفوا الفيديك؟ الكويستشن هنا بيبقى فيه لا، ما كل القانونيين بيعرفوا العقود الهندسية، ودي واحدة من المشاكل اللي أنا حبيت أسيرها في النقطة والرسائل اللي أقولها. أنا أتمنى إنه كثير من المهندسين يمشي يقرأ قانون أو كثير من القانونيين يمشي يقرأ هندسة عشان تتكامل العملية الاستثمارية القضائية اللي أنا أنشدها في الحاجات اللي أنا قبل قلتها الحاجات اللي بيشتهيها مش الإشراقات والإخفاقات، لا الحاجات المشتهاة. ما عندنا ناس كثير مخصصين قانون و يعني هندسة في نفس الوقت، أو خلينا نقول مفروض يكون في دورات وفي تأهيل لكثير من القانونيين هندسيا أو المهندسين قانونيين. عندنا حاجة اسمها سد مروي صح؟ خلينا ناخذ تطبيق واحد عشان خلاله تفهموا شنو أنا بتكلم وين. لأنه بنعرف عن سد مروي كلنا، وفي ناس مشوا رحلة ومشوا سووا هناك طلب الجدار ومش عارف العظيم صحيح؟ ولا كيف؟ طيب على كل حال أعطيكم أنا واحدة من الحاجات في حسب معرفتي البسيطة، وقد أكون مخطئ والكلام من النقاش بعد. في بيزيكلي في مشاكل في سد مروي أنا بفكر إنه هي مشاكل قانونية هندسية مع بعض. يعني جانب الهندسة والقانون كان سو ويك. الدعم ده والخزان الخزان ده بيزيكلي كان قام عشان يسوي لنا كهرباء. حتى كل الجرايد كانت تتكلم إنه إحنا داري كهرباء عندنا ما راح تقطع. كلهم صح؟ وبعد تم شو اسمه السد وكل حاجة بيكتشفوا انه في ماسورة كده ولا شنو غسيل كنسوها ولا مسمار ورا ولا بس انا مش مهندس ولا كيف المهندس منو فيكم؟ ايوه كلكم يعني تحاسبوا في حاجة حقت الكهرباء لا كنسوها يا اخوان ما كنسوها المشكلة دي بيزك دي الدول كتب العقد
اتكتب العقد ده بعد ده قبل ما ينشوا اي حاجه، المفروض يكون عارف انه الشركه المقاول المسؤول من الكهرباء المفروض يكون عارف منه، وهل هو عنده ابيليتي الحاجه دي، وهل الحاجه دي صحيحه، وهل هي ستاندرد الكلام المعايير الدوليه، وهل في جهات ستاندرد دوليه نظرت الموضوع ده. طبعا الجواب لا، ده ما حصل، والسبب انه ما فيش كهرباء، لان الكهرباء دي حبشيه والشاي حبشي والسودان كله لون لهجه الحبشي، ما عارف اللي حصل يعني. والله حق الكهرباء دي حبشيه، انا عارف كده السيليكا اللي ودينا كده عشان يجيب لنا كهرباء من الحبشه جاب لنا بالناقوس، شوفوا يا حقت اللي هنا التواصل بيقول لا التلس ناقوس مش يعني باك يعني جات راجعه باك. فالمفروض كهربتنا من مدى بتمشي ايش اسمه؟ عند دي بي ولا هم ايه؟ اديس فجات حقت اديس هنا على كل حال البركه في السيرك ده اللي تربط عليه برضه كويس يعني. انا طبعا بقول كده لان انا عارف انا تخصصي يابس ما لذيذ، فمعلش اسمح لي يعني الحاجات الغبزات دي يعني حتى شويه الناس ما تزعج. طيب التحكيم في حاجه زي دي هل كان موجود؟ طبعا احنا عندنا في العقود الهندسيه في دي معروف في فقره معروفه بانه في تحكيم المفروض يكون وكده ويكتبوا له وانه كيف يكون التحكيم واطرافه منه واعداده كم والناس اللي بيعملوا منه واللغه حتكون بمنه والبرزنتيشن حيكون يقدموا منه وقبلوا له يعني التفاصيل زادت في العقد الهندسي. طبعا ناقش السيليك والمسمار والحديد والبطاقه زي والزاويه القائمه في شابتر كامل في العقود الهندسيه الكبرى زي الدام ده زي السد زي السده او زي الصرف الصحي بنتمنى يكون في الخرطوم دي بكره. ها واحد فيكم ان شاء الله يكون مشرف عليه واكيد يعني حول هتولد ناس كويسين اكيد ان شاء الله يعملوا لنا الشغله دي. بس اذا ما عرفوا شغل كلامنا ده حيعملوا لنا مسخن شغل فاهم، لانه في كابتر للتحكيم ولحل المشكلات اللي بتحصل. طيب لما حصلت المشكله في السد ما فيش رئه، العقد ميت، ما فيش رئه. لو في العقد مكتوب، انا بتكلم من ناحيه خصوصيه، انا ما سياسي لكن بتكلم من ناحيه ايه؟ يعني قانونيه. لو في رئه قانونيه مفتوحه للسد في العقود بتاعته ان كان الناس تداركوا المشكله بتاعت التوربين ده. انا جبت كتطبيق يعني ما هو 100% يعني ولكن مفاهيمي حتى يبين لك يعني ايه المفاهيم بتاعتنا نحن في التحكيم والعقود الهندسيه ومدى نجاح العقد الهندسي بالقانون وبالتحكيم، لانه عمليه متكامله. اقل حاجه صغيره في العقد الهندسي بتجيب البنيان الهندسي خربان. واقل خلل في العمليه التنظيميه للتحكيم المنشوده دوليا للعقود الاستثماريه والعقود الانشائيه الكبرى مشاريع الضخمه بتؤدي الى فشل المشروع. وإذا فشل ده وفشل ده نحن حنزيد قيمة. أيوه وبتضيع قروش كثيرة وفي دماء كثيرة بتسيل وفي ناس كثير وفي عرق كثير بيكون ضاع شمال في المرج. أنا في السودان بستمتع بإنه بجيب حياة السودانية، أنا مش أتكلم كده أنا سنوات ما قادر أتكلم كده. أيوه فبتروح شمال في مرج عرفتها؟ يعني جهودنا بتضيع إيه؟ سودان في المنبوذة العربية. طيب إذن عشان ما تضيع شمال في المرقة وحاجاتنا تبوظ ونحن ما شاء الله البلد حبلى بالايه؟ بالانفستمنت وبالكونتراكت الانجينير كونتراكت كلها. انا بناشد انه دائما الناس يعرفوا يعني ايه التحكيم. واذا كان في مهندس ناجح او خاط نفسه في مصاف الناس اللي حيكونوا ناجحين انا بقول له انت يعني اذا مصر لازم تعرف يعني شنو التحكيم ولازم تعرف يعني شنو المتطلبات بتاعة التحكيم. انا الوقت المسموح لي اظنه صح دكتور مهمة يعني هي الحقيقه ما اقول حتجاملنا بالوقت ولكن الحقيقه حابين الناس يشاركوا كثير. طيب اذا انا عندي وقت انا عامل هنا بي الخطه بي، الخطه بي عندنا هي المتطلبات الدوليه بالنسبه لايه؟ لحل المشكلات اللي في التحكيم، التحكيم ذاته هو حل مشكله، لكن احيانا ذاته التحكيم ذاته يكون مشكله. فعالميا في حاجه اسمها المتطلبات التي توضع لحل مشكلات التحكيم اللي هي
باللغه الجديده مكتوب بشكل كامل. الحاجه الاولى اسمها الصلح. اسمها ايه؟ الصلح. والحاجه الثانيه اسمها التسويه. الصلح والايه؟ والتسويه. السؤال هذا القانون السوداني الجديد لانه طلع في 2016 اخر موديل المفروض يكون استفاد من كل تجارب الدنيا، هل استفاد من الحاجتين دي؟ لانه دي حاجات ظهرت مثلا في فرنسا مؤخرا. القانون الفرنسي قامت الدنيا وقعدت في انه هذا الصلح سابق للتحكيم او لاحق له. الصلح يعني ايه؟ والتسويه يعني ايه؟ الصلح انا مثلا بمسك بوميمة اقرب زول لي، انا وميمة عندنا مشكله في عماره مثلا برج بيحطون كده على المبرم برج كبير كده وعاين نقول حقنا انا وياه كويس؟ ان شاء الله كويس؟ طيب البرج ده انا وهي بيننا شركاء طيب حصلت فيه مشاكل او بيني وبين مميمة في مشاكل في مميمة دي يعني تدخل في شؤون الاداره وانا شريك انا وعادي من الكلام شوف يا مميمة انت ممكن تقعدي في بيتكم ما تجي تزعلي الجي ام المدير العام بتاعنا تجي تتدخلي في دم نور غرفه دي فاضيه ليه ده مش انت دول مالك خليك في بيتكم اخر السنه في محاسبين يقولوا شوف الظرف والظرف ذاته ما في تنزل لي في الليل في الحساب بتاعي اوكي انا ما يشرف انك تعملي كده تقولي لا انا لا كده ف... طيب الحاجه دي واحد من اثنين يا يعني اما انا امشي المحكمه وقلنا ده طريق مرفوض بلغه الاستثمار العالميه الان لانه مشيت اشتكيت مهمه في المحكمه القضيه دي بتعدي كم؟ خمسه سته سنه والبرج اذا طويل بتعدي 12 سنه فاهم؟ وانا اذا خبيث هي خبيثه هتبقى 30 سنه بقى. ما تبقى قضيه جرجره فاهم؟ طيب عشان ده ما يحصل كله يا ميمة احنا ناس عاقلين نحن نمشي وين؟ التحكيم. طيب مشينا التحكيم، التحكيم جبنا ناس ثلاثة عشان يحلوا المشكلة بيننا. يوم بالليل كده هي ذاتها شربت قهوة كده مظبوط راسها جا راجع، قالت لي يا دكتور والله يا أخي تبرك تعال عندنا في الحديقة في البيت نشرب قهوة كده مع بعض والموضوع ده كان عندي لك اختلاف. طيب هي هتجي تعمل معاك حاجة اسمها ايه؟ يسموها جنون صلح. ايوه صلح. صلحنا على جنون تقول له يا اخي خلاص بلغه النبته السودانيه يعني ننق يوم وننقى ما يوم مش كده؟ قال ذاك المال بتنق فيه وقام قال استقال القاضي قال الباقي ننقى مش كده؟ محمد موسى في نبته كده سوداني فهي جات لي قدمت لي عرض تقول لي شوف انا في ست شهور بكون قريبه للاداره بتدخل وانت اديك ست شهور ايه رايك؟ اوكي ده صلح اسمه صلح بين التحكيم شغال هل ممكن انا اشيل الصلح ده واجي لنا في التحكيم واقول له سلام عليكم وقفوا التحكيم نحن اصطلحنا وكده واكتبوا لنا الحاجه دي في قراركم دي حاجات كانت عالميا عامله مشاكل مثل ايه؟ لانه بقول لك تيسر تيسر مش كده؟ فقالوا بعض القانونين قالوا لا بما انه هيئه التحكيم هي حكمت وهي صاحبه الحكم هي ملزمه او غير ملزمه؟ قالوا غير ملزمه بصلحكم اللي عملتوه ده. في بعضهم قال لا هي ملزمه، على كل حال القانون السوداني والعالم الان قال يجوز الصلح اثناء التحكيم او بعده او فرانكلي قبل. فالقانون السوداني يعني في الماده 31 حقيقه مشكور جاب لنا الحاجه دي ما كانت موجوده في السودان بصوره كويسه ودي واحده من الحاجات المشرفه في القانون. انه يجوز الصلح كده ليه جعلنا الصلح رغم ان التحكيم شغال، التحكيم القانون ده اجل لا يزيد عن 3 شهور 4 شهور 6 شهور في بعض الحالات. دي اقوى النزاع يتوقع القانون انه يتحدث في 6 شهور بس عشان المستثمر ما يزهق مشروعه في السودان في خلال 6 شهور يا ابيض يا اسود قضيته بتتحل. نوت مور ذا كويس؟ لكن برضه القانون قال بما انه نحن عايزين نشجع المستثمر اكثر خلينا نديه فرصه انه في اي لحظه عايز بعد التحكيم من يوم بس بعد يومين من التحكيم نحن ممكن نخلي الحكم نقربه شوي فالتسويه بيجيب لي ايه؟ النتيجه المرجوه لدعم الاستثمار في العقود بتاعتي او في استثمار بتاعي في البلد تتحقق سريع. دي النقطه واحده، اثنين الحاجه الثانيه اللي هي لحل مشكلات التحكيم سموها التسويه. والتسويه هي بالسوداني بتساوي انا استعمل موت مفرد السوداني المال تلتو ولا قتلته صحيح؟ فدي تسويه يعني اسمها تسويه لانه الطرفين يقدموا ايه؟
تنازلات بعيدا عن هيئه التحكيم المنعقده اوريدي. انا بيني وبينهم مشكله في قروش او في مباني في، وبعدين التحكيم شغال الان استمر عليه شهر، ممكن انا وهي اقول لها ايه رايك 50-50 الخساره، تقول لي كويس نقوم نجي الحي اللي ورقه ظلمونا كده ونمشي لهيئه التحكيم مركز التحكيم. السلام عليكم اهلا يا اخواننا، عندنا معكم قضيه تحكيميه. يا اخي نحن عملنا ايه؟ تسويه وما صلح، قالوا التسويه تختلف من الصلح في انه الزول ما رضي لك هنا غايته، نسميها ايه؟ نسميها الطينه دي التسويه. اما الصلح ده الحاج وش ضحك يعني، انا مبسوط تماما ده في الصلح، اما في التسويه بيكون كل واحد عنده ايه شيء من حتى. والله كان ما حاج فلان انا ما كنت عملت كده، يقول والله كان ما حاج فلان انا ما كنت. اذا في تسويه، انا مني شايله حته ومن حته وطلعنا ليه؟ للحاج. طيب النقطة الأخيرة في كلامي أنا أختم بها اللي هي اتفاقيات الدولية. طبعا هنا دخلنا في الغريب، الاتفاقيات الدولية. شنو الاتفاقيات الدولية؟ يعني السودان طبعا أشرح لكم يعني إيه اتفاقيات دولية. مش طبعا أنتم مش أنتم بيوقعوا مش كده؟ لا أنزلوا تحت خليكم شوية. هي فكرة واحدة إنه السودان هو منبر في العالم، والعالم دائما بحقق المبادرات زي مبادرات الجميلة دي بتاعت الأستاذة دي زي محاضرتي دي مبادرة في إنه الإنسان في الإجازة بتاعه بدأ بعد الفاتحة كده للأهل، يعني لو قاعد قال لك كلمتين ثلاثة بتنفع الناس أو قد تنفع الناس ما معروف. فدي مبادرة، المبادرة دي الآن سوت الدكتورة أميمة ونفر عزيز مع بعض الشباب اللي جاهم بخير، كلهم مشكورين سودانيين الكلام. ممكن الحاجة تبقي في السودان كويس؟ يعني إذا انضمت الحاجة دي مصر وانضمت لها ليبيا ومثلا تونس عرفت كيف والجزائر، فدي تبقى اتفاق حاجه مبادره بقت بين مين؟ اربعه دول، بدل كانت بين اربع اشخاص الحين بقت بين كم؟ بين اربع دول، دي اسمها اتفاقيه دوليه. ويجوز لاي دوله تنضم توافق بالشروط بتاعتنا نحن العاملين فيها. السؤال بيبقى اذا الدوله انضمت للاتفاقيه دي، هل الاتفاقيه دي ملزمه بالنسبه لها؟ الجواب واضح، الرأي بيكون من مين؟ من نظام واحد. ما عايز دراسة قانون كثير، لكن الإشكال في إنه هل الاتفاقية دي إذا تعارضت مع حاجاتنا داخل الدولة هل أنفذها ولا لا؟ الواقع إنه لا، العالم والمصلحة بالذات في الاقتصاد والبزنس وكذا ما الناس ما بحاسبوا على المصلحة. نبدأ بأكبر دولة أمريكا ذات، صح؟ امريكا ذاتها لما تتعصر كده في اتفاقيه دوليه بتمشي تعمل حاجه في الكونجرس بتطلع تشريع ضد البتاع ده. واخرها الودائع مثلا. امريكا عباره عن تجمعات مال عالميه صحيح؟ فالان في قانون سواه اوباما يمكن كلكم سمعتوه بيزكلي تخصصنا بانه منع كثير من القروش في البنوك الامريكيه ما تخرجش بين امريكا. خلاص يا عم الحاج انت متفق معانا دوليا بانك قروش الناس ترجعها، قال لا انا مصلحتي كده بقى. فدي مشكله كبيره عندنا في التحكيم، لانه في كثير من الدول بتوقف التحكيم ده تماما اذا اصطدم التحكيم مع ايه؟ بنسميها احنا المصالح العليا للدوله. وده طبعا لغه عالميه برضه للاسف الان موجوده. واول الحاجات دي حصلت اللي هي في عمل نيكسون، ازمه نيكسون يا دكتور موسى. نكسر مش راح بالقروش من الناس، قال بديكم ذهب وكعب على ذهب سنه 70. ممكن استخبار اسمحوا لي دقيقه ممكن نشرح لكم ازمه نيكسون دي. انا اتضح لي انه ناس كتار ما عارفين ايه يعني نيكسون ده. نيكسون ده دول رئيس امريكا في لحظه ما سنه 71 او قبل 71. الراجل ذكي كما يسموه شعبه، ونحن الناس الثانيين بنقول خبيث، سوى فينا مقلب يعني يقول خبيث انه مقلب الناس. كيف؟ القروش من اللي خلق الدنيا عباره عن النقدين صحيح؟ الذهب والايه؟ والفضه. اصلا قلنا الذهب الاخوات قاعدين كلهم بيضحكوا، الذهب طبعا كان ولذلك سموه ذهب لان العقل به ايه؟ ذهب يذهب بالذات عقل النسوان لانه بيحبوه شديد، فعلى اكثر زول بيحب الذهب معنى اكثر زول عقله بيفوت منه لما يكون فيه. طبعا دي سياحه تخريمه كده. القروش في الدنيا كلها
عبارة عن ذهب كانت الدولة غنية معناها عندها احتياطي من الذهب اللي كنت بالاقتصاد في الستينات. السودان عنده ذهب مثلا عندها ذهب احتياطي كذا كذا. كان نيكسون نعمل حاجة اسمها مبادرة دولية للدول كلها قالت بيكون عنده دولار أنا بديه 35 سنت ولا كم يا ملان؟ 35 سنت. اللي بيكون عنده دولار بديه ذهب. يا عالم مش للناس كلها، للدنيا كلها، بيكون عنده دولار بيكون عنده دولار بديه ذهب. يجيب الورقة نصرف له ايه؟ ذهب. طبعا هو بده يشتري دولارات منه نفسي اخواننا امي الله يرحمها كانت حية زمان. هو واحد قال يشتري ذهب ليه؟ قال لانه هيكون بدل ما يكون عندنا ذهب ويسرق يجي يسرقوه الشغالين، خلي ورقة بس كده ما في ولا عارف شنو ذهب. ونمشي نيويورك نديهم الورق بتاعهم الابقش ويدونا ايه؟ ذهب عديد ذهب حمار اوكي؟ طيب وقامت الدنيا كلها اشترت الذهب، العالم كله اشترت ليش ما تبغى نيكسون؟ ولما جينا للجد جد نيكسون قال لهم وي راحت عليهم مفيش ذهب لكن بقى في شنو؟ بقى في دولار بقى في عقيده العالم كله بيعبد الدولار ليه؟ لان الناس مدخلات من كل عقيده الدولار فبيجوا مصلحتنا نحن الدولار الغبشري بصلعه بسموه هنا في السوق العربي زي ما بصلعه الدولار بصلعه في الدولار بصلعه شغال معاه مش طيب اسمه بصلعه خلوا الناس الذهب وما فيش ذهب طيب ما في ذهب نكسر مقلب الناس لكن انقرضت في الناس حب الايه؟ حب الدولار دي اتفاقيه دوليه سواها الراجل وخرجها ليه خرجها؟ لانه مصلحته كده سوى بلد اوروبا العالم دي هي العالم الاول صحيح؟ صح؟ مصلحه عليا يتبنى على خلق اتفاقيه انا بتكلم من ناحيه خصوصيه في كثير من الاتفاقيات الدوليه تعملها دول والزوغ منها المعهد الجنائي الدوليه دي ذاتها امريكا اول دول نادى بيها امريكا اول دول زاد منها بس هي زي ما عايزها او ما منطبق عليه جماعات مصلحتها كده خلاص كذلك في التحكيم عندنا اذا في عقود هندسيه او في شيء من هذا بيحصل ان الدوله بتوقف المسائل لكن دي طبعا في اطر ضيقه وفي الدول الكبرى بتكون بصوره موسعه وفي الدول الصغرى بتكون بصوره موسعه ليه؟ قال لان الدول الكبرى مصلحتها فوق كل شيء والدول الصغرى ما عارف مصلحتها تتخبط عشان كده كثير من المشاريع الناجحه جدا في الدول الناميه تتوهم بعض الجهات السياسيه انا استعمل كلمه سياسيه قاصدا المره دي بعض الجهات السياسيه تتوهم انه المصلحه في تبويض المشروع ده تبويض يعني خربوه ايوه ليه يقول لك نحن لو خليناهم زرعوا ده بتاع ده كده او غشوهم خصوصا بانه الحكايه دي بتضرهم يقولوا يطبز عينه اصبعهم يطبز عينه برضه مصطلح سوري يطبز عينه بيصبعه صح؟ يعني يخرج على نفسه الكلام ده حاصل السودان فيزيكلي فيه الحاجات في مشاريع ناجحه كثيره انا ما احب اطول بوظوها السودانيين نفسهم وسياسة وغيرهم توهموا انه المصلحه في المشروع ده المصبيس طب وحاولوا تحكيم ومنعوا اي حاجه وضيعوا علينا وكثير من الحاجات وكذلك يفعلون ليه؟ لان المصلحه ما معروفه وين؟ ومنش بيحدد مصلحه البلد ده بالمناسبه فيه كلام صعب ممكن يكون صح ممكن يكون غلط على كل حال انا شاكر حقيقه لكم كثير انكم اللي اديتوني اعمالكم الفتره دي اتمنى انه الكلام اللي قلته ده ينفع عزه السودان وينفع وطننا السودان انا احبكم طيب يا بروف بالنسبة للتحكيم المطالبين به السودانيين في 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 حلايب ايوه ده برضه داخل في في مسائل التحكيم بيدخل في مسائل التحكيم بيدخل طيب بيرفض في الحالة دي يعني التحكيم ده لازم الطرفين يكونوا متفقين عليه طبعا يعني هسه المصريين لو قالوا ما دايرين تحكيم طبعا خلاص بقى يعني احنا القصة بتاعتنا هم ما عايزينه فعلا هم ما عاوزينه ايوه ما عايزينه لأنه بيخسروا ايوه ما سياسة ده لكن واقع حال نعم بيخسروا ايوه عشان كده ما عايزين تحكيم في الحاله دي بنمشي للمحكمه تاني يعني بنرجع لهم الكوكتة صح؟ نرجع تاني للمربع واحد ايوه صحيح صح؟ نعم
فدي دي انا دايما قلت اذا فاز التحكيم بنرجع المحكمه، لكن السؤال اذا رجع التحكيم هل نمشي المحكمه؟ دي قلنا انه مسبب في بعض الحالات سمح في حاجه اسمها الاطلاع، انه التحكيم لو فيه غلط ظاهر او شيء قال ممكن نمشي المحكمه صحح الحاجه دي. دي الانورمنت دي دي سميناها احنا يعني حاجه كده صغيره استثناء يعني، ولكن نخشى انه يتوسع يبوظ التحكيم بالذات في بلد زي السودان. نعم ممكن التحكيم يكون او الخصوم يكون اكثر من جهه يعني حاصل هسه في السن بتاع النهضه يعني احنا السودان احنا واديس مع بعض ومصير ما راضيه فاحنا بنمشي نحكم لجهه ثانيه فهكي بيحصل يعني هل الجهه دي هتقبل برايين يعني بما انه في كفه كفتين اكبر يعني مميل اكثر من كفه معينه ولا كيف؟ نعم سؤال جميل جدا الحقيقه في التحكيم اصلا اساسا اطراف التحكيم هم بيتفقوا اساسا اولا على التحكيم اذا ما اتفقوا هم ذاتهم كتابه زي ما هي لغه عالميه اتفاق كتابه حتى لو قلت لك في تحكيم غير بلد ما ينفع لازم يكون حسب القانون السوداني الجديد وفي كل قوانين الدنيا لازم الحال للتحكيم تكون بنص مكتوب تقولي انا فلانه فلانيه وافقت او انا دوله السودان وافقت على الذهاب للتحكيم في قضيه فلانيه يجي دوله مصر تقول انا مصر كذا 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 الحبشه تقول كذا الى اخره صح؟ الحاجه دي بشيلها تمشي للهيئه بتاع التحكيم ده اسمه تيرم اوف ريفرنس او المرجع الاول حقي انا اذا ما عندي ده ما في هيئه تحكيم ما راح تكون في اصلا اما التكتلات ده موضوع ثاني ده موضوع دعوه سياسيه فسؤالك كانك انت تقصد انه دين مع بعض دين عايزين ودين ما عايزين ما حيكون في تحكيم اللي اتفقوا الثلاثه زي حلايب اتفقوا الاثنين اذا ما اتفقوا بيمشي لحاجه اسمها محكمه العدل الدوليه هي محكمه دي دوليه بقى تتحاكم الدول كلها وعندنا لها مثال السودان وجنوب السودان مشوا محكمه العدل الدوليه فيها بي لكن بيبقى في مطعن هسه هل لما مشوا زمان كان جنوب السودان دوله؟ لا ولذلك الان في كلام انه اتفاق ذاته سيبك منه ليه؟ لان الاطراف ما كانوش اطراف مقلب في بعضهم بيقول كده في بعضهم بيقول هو بيني للسودان ولجنوب السودان طيب سؤال ثاني نعم احنا السودان يعني عارفين انه غاربين في الديون الصينيه فالحاجه دي احنا ممكن لقدام نلغي شراكاتنا يعني بيهم بما انه احنا بندفع سنويا بيهم مش يعني يعني كانترست الحاجه اللي دفعوها علينا فالحاجه دي احنا عاملين مشاكل فاحنا كيف يعني احنا نصلح الحاجه دي يعني شوف يا الديون ده شغل اقتصادي يعني انا صحيح تخصصي ده جامع بين كل الحاجات صحيح انا كلمت الاقتصاد بين الاقتصاد والسياسه والقانون صحيح محاضرتي في النص كده لكن كلام بتكلم عنه ده سياسي ده كلام مصلحه سياسيه لكن السودان مثلا ناخذ مثال اذا السودان عنده ديون مع الصين ممكن يبقى في التحكيم ما عندنا هنا الريت بتاع 2006 الدوليه القروض الدوليه بتزيد بنسبه 10% كل سنه مثلا ده حالات حصلت السودان والصين لو جعلوا هي تحكم بيناتهم ممكن يصلوا بانه يقللوا الريت ده بس يطلع حكم بكده انه السودان يدفع الان ويظبطوا الريت باقي امين لكن لو ما دار يدفع دار يزوم مثلا لو دار يزوم ترفع من رقبته دار يبقى نيكسون السودان والله دي صعبه اوباما يعني تطلع تشريع من اصلا فكره نيكسون فكره سياسيه هو رجل سياسي لما عمل كده وزار القانونيين بتاع انه ناس معاه وقفوا معاه وضيع خلى الان الدولار تاج بيساوي اقل من 5 بالمئة من قيمته تعرف الدولار اللي عندك ده ما حقيقي هو نفس الدولار ده لا لانه امريكا ذات عندها مشاكل طبعا اقتصادها ده نازل لكن ما بتشعر بانه اقتصادها نازل اما الجنيه السوداني شفتيه مسكين صح؟ حقيقي ايوه حقيقي ده سعر حقيقي والله مو حقيقي ذاته على كل حال المهم هو نازل ونحن مطينين في الديون بروفيسور موسى تفضل نسمع صوتك من قريب الليل حقيقي. جزاك الله خير وبعدين جميل في الحلقه. والله يا رب جميل اتابع معاك في الجو الجميل ده حقيقي. نعم السودان. حبيبي في الرحل ده نعم. بس انا بقول انت واحده من اول ذكرتها حكايه القانون طبعا مستقبل كيف ما سامع؟ هي ما رجل المحامين مش كده كيف؟ الشريعه دور شنو في الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية كلها نعلم أن يعني الشريعة تستنبه الله سبحانه وتعالى يعني كثير في أسباب نزول التحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في التسوية والمصالحة. نعم. وين دور الشريعة؟ هل استفدنا منها مثلا في وضع القانون الحالي وهل العالم حتى يعني من وجهة نظرك هذا
حقيقة كلام جميل وكلام عنوان محاضرة حقيقة عالم زي موسى يديك سؤال فعلا محاضرة كبير لكن جميل انه نوضح بعض اللي وانا عرفت هو عمل كده ليه عايز يوصل الرسالة للأودينس اليوم الحقيقة أبو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أكيد بيتكلم عن لسان ربه يعني وبالتالي أي حاجة عمله هو بيزكلي ده كلام الله يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم الحاجات دي أشرعها صلح تسوية كله موجود وهي موجودة مثل ما الآن متجذر فينا نحن كمسلمين وبنعملها بس ما عارفينها أو ما مسمينها المسميات الدولية الآن الكلام اللي ذكرته في الصلح والتسوية والقرآن لكن إذا قلت لك الكلام نجي في القرآن بتقول لها أنت في ناس ما ترد الكلام ده أساسا لكن بيزكلي العالم الآن الكونسنت خلينا نقول المفاهيم دي بتاعت التسوية والصلح هي نفسها جاءت في القرآن الكريم هي نفسها النادى بها الحبيب عليه الصلاة والسلام مية مية متطابقة معنا وبذلك أنا دي سميتها علمة حميدة لأن زي ما نقول طبعتنا جات من هنا وجاتنا في دور دولي لكن ما معنى أي شيء جانا من برا زي ما قلت هو السلك كلنا لا دي حاجات مرفوضة الآن مقصود إنه نصحى تبقى ثلاثة صحيح ما حاجة يصير يعني الآن المنظمات الدولية بتنادي بأنه الأسرة ثلاثة أنواع عارفينها ولا ما عارفينها؟ نقول نقول القانون العالمي الآن بينادي بأنه الأسرة ثلاثة راجل ومرأة ومرأة وراجل طبعا دي حكتنا أو راجل وراجل والعياذ بالله ومرأة ومرأة حتى في المطالب ده تجي بيسألوك أنت شو؟ هزبن زوج أنت راجل ولا مرأة ولا حاجة ثالثة أنت بقيت كده فدي لغة عالمية أنا كمسلم برفض أن القرآن بيني منع الحاجة دي الاثنين الخمس الشرف دي كلها أنا من دي ممنوع بأشكالها صح؟ لأنه ده الدين سماها القرآن أنه كان باحشة وساء سبيلة سبيل سيدة ما ده عارف اسمها كيف هو دي صح؟ راجل عارف اسمها إيه ده لكن راجل عارف اسمها إيه ده يوسف اللي دي أكسبت بالفورمين لذلك عندنا الاتفاقية دي اسمها سيدان تعرفوها؟ سمعتوا بها اللي هي مساواة بين الرجل والمرأة. نحن اوكي المهمة دي انا اشطر مني وانا اعترف الان. لكن شيء في ميل وانا ميل. الجوب بتاعي بتاع مختلف الله قال مختلف. لكن هي شاطرة من الله في حتت كثيرة وفي حتت كثيرة انا ما بقدر اسويها. I can't get a baby انا ما بقدر اجيب ولد. ما بلدي انا. هي بتلي. صح؟ انا بتحمل هي ما بتتحمل. الفروق دي ما نقدر نقول تسمو سواء فدي مسائل يعني حقيقه الناس المسلمين لكن بعيد عن التعصب والنرفز الحاصل كده عند بعض الناس اللي بيتكلموا في الدين الحاجه دي الدين ده لطيف سهل ما عايز عنف فانا الحاجات دي موجوده يا شيخ موسى مشكور على السؤال ولكن جاءت الامر بمفاهيم دوليه بمسميات حقيقه جايه من بره لكن مضمونه هو الاسلام تعالى مشيت اشتريت عربية
لأن العربية مسروقة. بعد ما أنا اشتريت دفعت جروشي يقول لي لا ردوا العربية اللي صار اللي صار كان مشتكي من البداية في العربية في السرقة. وأنا بعد شوية يقول لي أنت ما عندك حد. هو بس يعني إيه مفهوم؟ الكلام ده أنا ما عارفة إنك يا صحيح. أنا ذاتي أنا مغشى عليك. أنا هكذا سؤالك حلو بس سؤالك حلو فهمتك أنا. هذا سؤال عام دائما نحن كقانونيين بيسألونا منه. ليه يعني القانون؟ نحن دائما بنحكي إشكالية الناس معلش الغشيمين غشوا عادي. العبارة حقتك دي زي ويلو للمصلين، قالوا الزول قال ويلو للمصلين الشغلانة باسط صحيح؟ أيوة. لازم تقول الذين هم كذا الآية صح؟ كذلك القانون لا يحمي المتغفل لا يحمي ايه؟ المغفلين الذين هم نسوه صح؟ بس في عبارة اكتباء عندك معلوم بس الجواب كذا بيستقيم اللي بينسى القانون فهم ما بيحميه اللي هو يسمينا مغفل واي لانه نسى القانون صح؟ زي واحد قال انا اعتقدت الرياضه في مين احسن من هيكل ولا مين اللي قال كذا؟ والله العقاد ما اعرف. اعتقدت الرياضه في صغري قال فاحتقرتني في ايش؟ في كبري لما كبرت ركبي بقى ما شغال لانه انا ما كنتش ايه؟ كنتش رياضه. الان العباره دي اكتبيها وصححيها واخبري من لقيتي انه القانون لا يحمي المغفلين قلنا شنو؟ الذين نسوه. لانه دائما الجذور من القانون انه هو خلى القانون. خلى في لحظه كده عامل شاطر بعدين جاء عامل فيها مغشوش ما هو تصدق يا حبيبتي لما مشيت تشتري سياره عامله فيها شفت الشيطان عندي اصلا يعني ركبتي مقلب بتاعت انك انت فهله وكيله صح؟ فلقيتي اكبر منك بقاكي ايه؟ مغلوبه صح؟ ولذلك قال واحد كتب قال للنبي صلى الله عليه وسلم قاتل المقتول في النار قالوا له هذا القاتل فما بال المقتول قال كان احرص على قتل صاحبي يعني لو لقى فرصة فيه ما كان بيضيع بس ده كان شاطر شوية قرب صح؟ فالمغفلين ديل هم أصلا حرامية أقول لك حرامية بمعنى أنهم ضيعوا القانون في لحظة وبعدين جوا يتباعوا أديك مثال صح؟ أنا هسه بمشي السوق أنا قبل شوية كنت أشتري حاجات للبيت عندي زوج شغالة في البيت لقيت الزوج يا زوج أنا عايز بلف بلف حق البيت تهريب موية قال لي عندنا قصديني وذا ذا ألماني ب 300 و 300 دروش كثير وذا صيني ب 20 بيمشي يعني طبعا انا قلت يا ولد ها ابو 20 ده كويس صح؟ زين 20 وتلحس ال 300 صحيح؟ مش كده احنا طيب انا بقول لك القانون حدد لي قال في بضائع كثيره لا تشتري هذه دي كل يوم الراديو بيتكلم يا في ايام دي كده صح؟ انما الحساب كان مستهلك ما يغش سوق ما يدق سوق في بضاعه خربانه في السوق اشتري حاجه اصلي فتعمل انت جامد عايز توفر صح؟ طلعت مغفل الغاز ما بيحمي This is why عرفتي؟ بس العباره دي المنسيه عارفه؟ نعم هذه هي شكرا لك سؤال واضح استقل يلا تفضل اختي طيب نرجع للمهندسين دائما يعني لازم نرجع للكلام ده حقيقي انا يعني متابعة للاعضاء في مؤسسه الباحثين بتجيني دائما يعني طلبات كثيره او تمبريز كثيره عن موضوع الريسيرش بتاع العقول او البايلوت لاير بالتحديد البايلوت لاير حقيقه هنا في السودان الريسيرش فيه ضعيف يا فاحنا عايزين احنا زي ما قلنا عايزين الزبده الحاسه تتكلم معانا تتكلم مع ريسيرشرز على اساس انه عايزين الستيم ستورز كونتراكت لا ريسيرش هل بتشجعهم بالخطوات القادمه يعني بالنسبه للديفلوبمنت في المجال هل في يعني بوتنشال بالنسبه للريسيرش بحكم وجودة كان قبل كده في الجامعات السودانية ومتابعة بعض أو السوبرفيجن لبعض الريسيرشرز في المجال فأردت فينا فيه أنا الحقيقة يمكن بعيدا من الورقة دي من فترة رجعت للهيستوريكال باكراوند حقتي أنا حاجاتي سويتها في الهندسة لقيت يمكن أنا شخصيا أنا مشرف أو مناقش على أكثر من يعني تقريبا 17 بين رسالة دكتوراه وماجستير في السودان كلها في السودان، معاد اثنين هم في جامعات سودان لكن كانوا في سوريا اثنين. كويس؟ ففي بحث في السنوات الأخيرة أو في العشر 15 سنة الأخيرة دي في ناس كتبوا الحقيقة
في العقود الهندسية. لكن لما نقول العقود الهندسية ما بنعني بها إنه العقد البسالة ذاته يسمى العقود الهندسية بس مش لا، بيكون في حاجات عندها علاقة بالهندسة. مثلاً عندي أنا مثلاً استشارات الخبراء الخبرة الاستشاريين مثلاً قانون الاستشاريين مجموعة الاستشاريين الشركات القابضة. أحياناً لما يكون بحث عن الشركات القابضة نفسه بيتكلم عن إيه؟ عن إيه؟ عن المسؤولية للشركات القابضة بالذات في العقود الهندسية. يكون في شركة اسمها شركات قابضة أو مجموعة شركات مملوكة لنفرين، الملاك واحد، المسميات مختلفة، بتنفذ مشروع مثل ما يقولوا يعني كده وكده. تبقى هي المنفذ وهي إيه؟ هي الاستشاري وهي كذا. فبعدين أحسن مشكلة في العمارة دي مثلا ناخذ العمارة مثلا حقت أميمة، تعال البرج ده أميمة هتسيد برج جابت مجموعة فلان الفلاني، مجموعة بن لادن مشهورة معروفة. مجموعة بن لادن دي بتشتغل داخلة على بن لادن للاستشارات الهندسية، بن لادن للتصميم، بن لادن للحفريات، بن لادن للتربة. فيقولوا الناس بن لادن يجيبوا شركاتهم دي كلها تحت التربة يفحصوا، شركة التربة تفحص، شركة الإنشاءات تعمل إنشاءات، شركة الإشراف تعمل إشراف، شركة الكهرباء تنفذ الكهرباء، شركة التكييف التبريد تنفذ التبريد، شركة السيراميك والديكور فاين تاتشز تعمل برضه بن لادن واحدة من الشركات. بيزيكلي بن لادن ده ذاته هو زول واحد أو في مرة راجلة وليداتها هم مالكين اللعب ده كله. بيزيكلي المنفعة عليهم كلهم. فإذا انهار البرج لا قدر الله طبعا احنا بنينا وكسرنا يا مهندس معلش، اذا انهار الان عندنا مشكله وين المسؤوليه؟ هل المسؤوليه لكل شركه براها ولا المسؤوليه للمرأة دي والاداره صاحبه الشغل ده كله؟ فدي قضايا بتكون عندنا في الرسائل موجوده. بس الحاجه اللي انا بنادي بها وبوصي بها بشده انه دائما الناس المهندسين اذا تحت لهم فرصه حتى في التخصص بليز عليكم والله بليز اد كابتر ليجل كابتر ان يور سيرش. حاول افتح لك زحزح كده العناوين. ها انا دي بقولها يعني توصيه عليكم والله الضاير وكده مش زمان الناس بيركب الحافله وتيجي حجيه كده يا شباب قرصه قرصه صح؟ قعدوا الحجيه دي معاهم. ليه؟ لانه فعلا العقود الهندسيه بالذات القانون والله انا بقول بنيان عين للسقوط. صحيح انتم محييكم المهندسين ما نستغنى عنكم لكن ما نستغنى عننا في نفس الوقت يعني في تباعد يعني بين الخطوط. لكن مضمونا نحن حاجه واحده لانه الهندسه ذاتها قانون. الهندسه ذاتها قانون الزاويه 90 ما بتتغير اطلاقا ما بيجي يوم تبقى 45. نحن ذات عندنا قانون حقوق الطرف الاول هو الطرف الثاني الزاويه قائمه ما بتتغير. فمن يعني من الشيء المشتهر انه دائما بما نقول المهندس يكون عنده علاقه بالقانون والقانون يكون عنده علاقه بالمهندس خصوصا ان احنا اذا عايزين نبني بلدنا ده كويس يعني لان لسه بيحفروا المجاري يوميا كل سنه صح؟ انا جيت انا عربيتي الان يعني كانها انبطحت زي الكلب في البلاعه معلش انا جاي بس الكلب مش بيربط في البلاعه صفحه بتطلع طين السبب كله انه بيجي الجيل محفر البتاع دي مهندس واداره هندسيه بالبلديه المحليه لكن اوبورتيونيتي ما في مسائل قانونيه ما فيش محاسبه. انت نفست هنا ما فيش انا شاكر الحقيقه والوقت اللي سرقنا شكرا لك.